السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في المقطع الثامن من سلسلة تعليم لغة السي شارب. اليوم حنتكلم عن شغلتين بسيطة. الحاجة الأولى، حنرجع نتكلم شوية عن المكتبات. المرة اللي فاتت قلت لكم إنه في السي يكون على هيئة هيدر فايل ونحط له هاشتاج include، وقلنا هنا بنستعمل namespaces. ففي السي شارب بنستعمل namespaces، والنيمسبيس سيستم هو اللي كنا بنستخدمه طوال الوقت في المقاطع السابقة. فاليوم حنتكلم شوية عن المكتبات، وبعد كده حنرجع نتكلم عن البروبرتيز. فاليوم حنستخدم البروبرتيز بطريقة أخرى، وهي أسهل شوية، تكون فيها automated، فما حتحتاج تعمل كل هذا الكلام، هذا يعتبر كأنه مانيوال. فاليوم حنسوي الجزء الأوتوماتيك من البروبرتيز، وبعد كده حنتكلم عن الفاليو هذه. الفاليو هذه تعتبر تايب، فحنتكلم عن انواع التايبس في السي شارب. طيب، احنا تكلمنا قبل كده عن الانهيرتنس، فقلنا انه دائما يكون عندك parent. فمثلا خلينا ننزل هنا ونقول مثلا كونسول، تمام، هذه كلها داخل السيستم لايبراري، تمام. فدخلت لأني أنا هنا بنادي سيستم، فحطيت كونسول. طيب، هذا كونسول عبارة عن كلاس، ضغطت جاني شيء تاني، بيب مثلا. طيب، سويت كونسول دوت بيب، وعندي فوق كونسول دوت رايت لاين. بيب ورايت لاين يعتبروا child، ابن لكونسول، فكلهم ياخدوا خواص كونسول، تمام، لكن يختلفوا في بعض المميزات والخواص الخاصة بهم. فإحنا هنا عملنا الانهيرتنس واستعملنا اللايبراري. طيب، أنا أفكر فيها، كيف أنا أعرف كل هذه؟ صح إني لما بضغط كده كونسول دوت بتجيني أشياء كتير، لكن أنا كيف أعرف أختار المكتبة المناسبة وفي نفس الوقت أعرف أختار خواصها والفانكشنز والكلاسات اللي في داخلها؟ طيب، زي ما أنت بيكون الديكشنري معاك كل يوم عشان تدور على كلمات، او زي ما احنا كمان بنستعمل الثيسورس عشان ندور على كلمات مشابهة للكلمة اللي انا بستخدمها. في شيء كمان ابغاك تضيفه بالنسبة للبرمجة، دايما تخلي الهلب مانيوال صديق لك. فاول شيء تسويه في برنامج تروح للهلب مانيوال. فخلينا الان اذا رحنا مثلا للهلب مانيوال، هنا هلب، ايش قال لي؟ لاحظوا هنا قال لي API documentation. ايش يعني كلمة API؟ API معناها application programming interface، هذه كلمة API. دائما نسمع كلمة API بس ما احنا عارفين ايش هي بالضبط. API معناها application programming interface، ومعنى ذلك انها هي المكتبة اللي موجودة فيها جميع الكلاسات. طبعا الـ API اشتهرت بأنها تخزن في سيرفرات على الإنترنت، بالتالي المستخدم أو المبرمج يستطيع الاتصال بها ويأخذ المكتبات، يصير الكود حقه بيشتغل لوكال والكلاسات مخزنة في السيرفر. ولكن في نفس الوقت في عندك مكتبات تكون مخزنة في الجهاز أو في البرنامج، فمو شرط أنه تكون الـ API مخزنة في الإنترنت. لكن طبعا تخيل لو أنت تبغى تبرمج برنامج له علاقة بجوجل مابس، أو برنامج له علاقة مثلا ببرنامج فور سكوير، أو برنامج له علاقة بأمازون، أنت لازم تروح تدخل على أمازون وتشوف المكتبات اللي عندهم مخزينة الـ API library حقت أمازون والـ API library حقت جوجل، ويصير تبدأ تتواصل معاها كده تتم البرمجة. فلكل شركة الـ API الخاص بيها. لكن احنا الان في السي شارب وفي هذا التوتوريال حنشتغل فقط على اللوكال اي بي ايز والمكتبات الموجوده في داخل السي شارب. ان شاء الله بعد ما نخلص الكتاب هذا حنبدا نشتغل على تطبيقات في السي شارب لبرمجه الاندرويد، ولما نوصل للاندرويد حنبدا نشتغل على اي بي ايز كثير من جوجل. فنرجع تاني من جديد، إذا رحنا الهلب حتجيك API documentation، أضغط على API documentation، إجاني هنا.
base class library commands and files. في شغلات كثير هنا حجيك. خليني مثلا اروح على index لانه عندك شيء كبير. a property مثلا, خليني اروح على a property. دخلت اعطاني اهو public boolean a get, فاعطاني زي الدكشنري. شايفين syntax كيف تكتب والvalue true to enable anti-aliasing. بعدين هنتكلم ايش هو anti-aliasing. namespace اعطاني فين مكانها الكلاس. طيب واعطاني كل المعلومات عنها وايش الاشياء اللي احتاج اعرفها وكم الباراميترز والشغلات هذه. خلينا نبدا من هنا. اول ما بدانا اعطاني شيء اسمه تري, فاذا دخلت هذا زي الشجره متفرع منه. فانا ايش ابغى مثلا مايكروسوفت بيلد فريم ورك, اذا دخلت تحته حيعطيني كل الشغلات. طبعا لسه ما تكلمنا عن الايفنت هاندلر, في اشياء كتير ما تكلمنا عليها عشان كده ما حبيت اني ادخل في كل شيء هنا, لكن نبغى ندخل في اشياء انك تقدر الان تستعملها. اذا رحت ضغط على properties مثلا اهو public properties the property of system threading abandoned مش عارف ايش. طيب بعد ما شفنا التري نروح على الاندكس. اذا رحت على الاندكس هنا مثلا, هذا اهم شيء بالنسبة للاندكس, وكتبت مثلا كونسول. طيب اعطاني كونسول كلاس. شوفوا هنا اعطاني كونسول كلاس, خلينا نضغط على الكونسول كلاس. اول شيء كتب لي system.console class, معناته انه كونسول داخل system. بعدين عرف لي هو represents the standard input output and error streams for console application, يعني هو الأساس للمدخلات والمخرجات والإيرورز في برمجة الكونسول أبليكيشنز في السي شارب. طيب وبعدين يقولك this class cannot be inherited, يعني إنه ما يمكن أن يورث هذا الكلاس. فروحنا على الكونسول كلاس, فقال لي console.system يعني كونسول داخل system. بعدين السينتاكس حقه إيش نوعه, هو public وstatic دائما يكون, والكلاس اسمه كونسول, هذا اسم الكلاس. طيب ريماركس هنا اداني بعض المعلومات. بعدين كونسول اي او ستريمز بيعطيني معلومات زياده, تمام, وهنا معلومات اخرى. فهذه كلها اشياء مهمه لازم تقراها وحترجع لها. فاعطاني كمان مثال, فمعطيك مثال عن الكونسول public class console test public static void main. فبيعطيك اهو المعلومات. وبعدين بيقولك requirements يعني الاشياء اللي تحتاجها. اول شيء namespace اللي هتستعمله system, وهذه الفايلات والassembly version يعني locations هذه. طيب فاعطاك هذه المعلومات كلها عن الكونسول. خلينا نشوف شيء تاني مثلا. طيب خلونا نجرب شيء اخر. اتخيلوا مثلا لو كتبت main, اجاني main method. خلينا نكتب main method ونشوف ايش يعطيني. اهو gtk main class public class main, فبيعطيني عن main والnamespace حقها gtk. ال GTK عارفين هذه ايش, هذه اللايبرري اللي احنا سويناها لها داونلود في البرنامج من البداية. ال GTK عشان افكركم, خلينا نروح للويب سايت حق Xamarin Studio. اكتب مونو ديفلوب, واذا رحنا المونو ديفلوب ورحنا الداونلود ورحنا الماك اهو GTK, هذه هي المكتبة. فنزلنا احنا المونو زائد ال GTK بس عشان اوريكم. فهنا بيقول لك تحتاج namespace gtk, يعني gtk هي كل المكتبة بكبرها عشان تستعمل المين كلاس. فخلينا نشوف شيء تاني. اذا مثلا كتبنا music نشوف ايش يطلع لي. في شيء music؟ ما في شيء music. طب خلينا مثلا نكتب arts. طلع لي art. خلينا نشوف ايش فيه في الart. مثلا اهو art.alpha-gamma-structure, يعني alpha gamma هذه داخل المكتبة اللي اسمها art. طيب public struct alpha gamma, يعني انا هسمي الكلاس alpha gamma. بعدين بيقول لي ايش بيسوي, بيقول لي المكتبة حقته. طبعا اظن alpha gamma لو دخل بالالوان ويغير لك شغلات زي كده.
غير الكلاسز عندك شغلات كثير. في تقدر تدخل على properties بيقول لك انواع properties, methods ايش انواع methods مثلا اللي ابغى انواع types حقتها, integer في بيشرح كل حاجة. وفي شغلات كثير تقدر تستفيد منها من الهلب نفسه. فحنبدأ نشتغل على الهلب شوي شوية, بس الآن حبينا نقول لكم انه هو موجود. طيب اللي حنسويه في مقطع اليوم انه احنا حنعدل على الملفين هذه اللي عندنا اللي قاعدين نشتغل عليهم من اول. فاول حاجة عندنا هذا الملف اللي هو الكلاس اللي حتنادي منه الأوبجكتس المعلومات. فهذا الكلاس اللي نبغى نسويه فيه نبغى نعدل على البروبرتي, نبغى نستخدم البروبرتي بطريقة أخرى وطريقة أفضل. فلاحظوا أنا هنا حطينا برايفت وقلنا فائدة البرايفت عشان ما حد يقدر يعمل له edit, صح؟ فخليني أنا أضلل الكود القديم. حطينا هذا كده public string, حطينا هذا. طيب بس أنا بخليه عشان أقول لكم الفروقات. حطينا هذه كده كده. طيب ضللنا الكود حقنا, خلينا نحط كده مسافة عشان يظهر بس عشان لما نشرح عليه ما يضيعكم. طيب ايش اللي نبغى نسوي اليوم؟ بكل بساطة احنا نحتاج نفس الكلاس حقنا اللي هو قلنا اسمه gradebook, لكن اللي حنسويه اليوم حنعمل شيء يسمى auto implemented properties. ايش يعني auto implemented properties؟ انا كأني بستعمل properties بس automatic, بدل ما اسوي الشغل هذا كله manual. انا بس اذا كتبت له public تمام class عفوا public string, بعدين قلت له course name وبعدين احط له هذا كده, بعدين اقول له get semicolon set semicolon واقفل القوس حقي. طب انا ايش سويت هنا؟ لاحظوا انا ايش سويت في الكود هذا. الموضوع بسيط جدا, بدل ما اعمل الفيلم هذا كله بس تحتاج تكتب الكلام ده. لما تكتب الكلام هذا للكمبيوتر, الكمبيوتر حيعرف انه انا ابغى اعمل بروبرتي, لكن ما في اكتبها كلها, فهو حيعمل لي كل الموضوع اوتوماتيك. بمعنى انه هو اول ما هحط له الكورس نيم اللي هو ده, انا دحين صار واحد ما يفرق, اول ما احط له اي variable اسميه course name هو حيفهم automatic انه هو حيعمل هذه private, نرجع نشيلها, هو حيعمل لي automatic private string course name. ما في داعي انا اكتبها وما تظهر اصلا في الكود, مجرد ما اكتب كده هو حيعمل private من عنده, وحيعمل get و return course name و set course name لفاليو. خلاص هو automatic عارف هذه الشغلة, اول ما اقول له زي كده هو حيسويها, ما يحتاج اسوي اي شيء تاني, سهلت لك حياتك تمام. ويصير بعدين انا انادي كورس نيم الكابيتال هذه حقتي, فقط انادي الكورس نيم الكابيتال حقتي وحيفهم الكمبيوتر وما حد يقدر يعدل عليها, خلاص مقفله. فهمتوا علي؟ طيب فاذا سويت له زي كذا وبعدين قلت له public void display message وبعدين حطيت له welcome to gradebook/n display, خلاص تمام. هذا هو الكود الأول حقنا. نروح للكود الثاني. إيش حسوي في الكود الثاني؟ طيب بعد كده ننتقل للكود الثاني. ما حنسوي أي شيء في الكود الثاني, هو نفسه. لكن خلينا نقول حاجة واحدة. في المقطع القادم بإذن الله حنتكلم عن, إحنا قلنا هذا إنك هنا بتعرف الأوبجكت حقك وأخذت من الكلاس اللي هو gradebook صورة وسميته my gradebook. هنا هذه argument تمام؟ ودائما فيها قيمة, لكن هنا هي null, صفر القيمة. المقطع القادم حنتكلم عن شغلة اسمها constructor. فإيش هو constructor؟ فمثلا إذا حطيت string هنا constructor أو أي كلمة يعني
أنا كده هنا بعمل constructor. المرة الجاية بس أبغاكم تعرفوا إنه هذا هو الconstructor. المرة الجاية هنتكلم عن الconstructor. طيب بعد كده الكود نفسه، خلينا نجرب نشغل الكود ونشوف إيش يصير. طبع لي أول شيء الـ initial value حقتي، please enter course name C sharp. إيش هيقول لك؟ welcome to gradebook for C sharp. press any key to continue. شيء مهم كمان لازم نتكلم عليه هو آلية عملك في البرمجة، كيف أنا أقدر أكتب، قد إيش يأخذ مني عشان أكتب كود. فتخيلوا مثلا أنكم بتشتغلوا في الإنتاج، بتشتغل في الإديتنج، مونتاج، بتعمل مونتاج، تمام؟ اللي بيمنتج عشان يصير بروفيشنال لازم يخلص في وقت قصير ويعطيهم أحسن جودة. كيف يقدر يسوي هذا الشيء؟ بعد فترة حتلاقي المونتير أو اللي بيسوي المونتاج حفظ كل الشوركتس اللي تساعده إنه يقص الفيديو حقه. فمثلا إذا بيستعمل فاينل كت حتلاقيه حطل لك كوماند B عشان يقص، أو كوماند A كسيلكشن تول، أو كوماند C عشان يعمل لك كوبي، وكوماند Alt V عشان يعمل لك كوبي بالبروبرتيز. هنا عندنا نفس الشيء، عندنا شيء اسمه كود سنيبتس. طيب فهي عبارة عن كلمات واختصارات، إذا كتبتها بتطلع لك اختصارات وبتكتب لك كودز. فمثلا إذا أنا بكتب property، إذا كتبت له بس كلمة prop تمام، وبعدين حطيت التاب، حطيت التاب prop اهو شايفين public object my property، هو سماها وحط لي الجيت وحط لي السيت، عمل كل شيء من حاله. فالسنيبتس تساعدك انك تكتب اسرع، وهي عملت لي البلوكس حقتي من غير ما اكتب اي كود. كل اللي سويته بس كتبت كلمة prop وبعدين ضغط التاب اللي على اليسار، اذا تضغط السهم هذا اللي في الكيبورد يجي يكمل لك زي كده. طبعا بعدين حنستعرض لكم كل المكتبات حقت السنيبتس عشان تعرف تستعملها، لكن حبينا نقول لكم انه في شيء اسمه سنيبتس. طيب شيء اخر كمان لازم نقوله عن البروبرتيز حقتنا، قلنا هذه البروبرتي القديمه هي المانيوال، والبروبرتي الجديده اللي هي الاوتوماتيك. ايش الفرق بينهم؟ في المانيوال انا عندي تحكم اكثر، دائما اذا انت بتستعمل اي شيء مانيوال حيكون عندك تحكم اكثر. فانا اذا هنا ابغى استعمل فقط set او فقط get اقدر، بينما هنا خلاص انا مضطر اني استعمل get و set، لازم الاثنين تستعملهم اذا استعملت الاوتو implemented property. فالاوتو لازم تستعمل الاثنين، بينما المانيوال انت عندك حرية الخيار. نجي لاخر نقطة نبغى نتكلم عليها اليوم وهي التايبس. فقلنا عندنا نوعين من التايبس، عندنا reference type و value type. ايش هو الفاليو تايب؟ الفاليو تايب هو التايبس البسيطة الغير معقدة في لغة السي شارب. فمثلا عندي هنا كلمة انتجر، حط محمد، هذه عبارة عن فاليو تايب لانه انا عرفت انتجر وقلت محمد. بينما الريفرنس تايب اللي هو بيحفظ مكان لوكيشن في الميموري، مثل ايش الريفرنس تايب؟ مثل هذا، مثل الجريد بوك. فأنا هنا عرفت برضو متغير gradebook my gradebook، فأنا عملت مثال وصورة من هذا التايب، فالتايب حقي هنا gradebook أنا أنشأته وماخذ مكان في الميموري، وسميت حقي الصورة my gradebook اللي هو الأوبجكت. فلما أعمل objects أنا كأني بعمل reference type. طيب القيمة المبدئية الـ initial value الـ my gradebook قبل ما أنا أحط قيمة فيه بيكون صفر، null. طيب حنتكلم عن الـ types إن شاء الله لما نوصل لشابتر 18، لكن الآن بس حبينا نديكم فكرة عن الـ types. هي نوعين، reference و value. الـ value زي العادية اللي بنستخدمها integer محمد، الـ reference عادة بيكون string، الreference type عادة بيكون كلمات string. طيب فهذا هو اللي بنحاول بس نوصل لكم هو، وإن شاء الله المرة الجاية نركز على هذا الموضوع، أو بالأحرى لما نوصل لشابتر 18. أتمنى يكون استفدتم من المقطع وشكرا لكم.